السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج بنت البلد. بداية أحب أهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد أركان حرب وشعب مصر كله العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر. انتصارات حرب أكتوبر لو احنا قعدنا نتكلم عليها كتير قوي، وطبعا انتوا عارفين ان كان النصر ده بمثابة يعني ان احنا وصلنا لحاجة اسرائيل نفسها ما كانتش تتوقعها، دخلنا في حرب هم ما كانوش عاملين حسابهم عليها. وانتوا عارفين ان بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه تولى الحكم السادات. طبعا الرئيس السادات كان عنده حنكة وعنده حاجة إرادة، إن هو كان ماشي بمبدأ بيقول عليه مبدأ الرئيس جمال عبد الناصر، وهو من أخذ منا بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وحاول يرجع سينا زي ما احنا عارفين بالسلام. ولكن طبعا في أمور كتير قوي اتغيرت وكان في اتفاقيات كتير، وطبعا ده اللي أدى إن هو يفكر إن هو يسترد سينا بالقوة. وطبعا يعني عمل حاجات كتير قوي، من ضمنها طبعا ان هو حاسس العالم كله انه ما فيش حرب، بدليل انه كان قال واعلن ان في حج للقوات المسلحه والضباط، واللي عايز يروح يعمل حج او عمره هيطلع ويعمل. وده كان منه بمثابه مراوضه، او ان احنا نقول عليها كان ذكاء. الذكاء ده خلى العالم كله ما حدش يتوقع ان هيبقى في حرب. تاني حاجه برضو واتعملت، ان احنا عارفين الرئيس السادات عمل طبعا كان اتفق اتفاقات، وكان كل هدفه ان هو يرجع ارض سينا. وطبعا انا لو اتكلمت الحلقه الكلام كتير جدا، وطبعا بدايه برضو ان احنا بننعي شهداء الوطن وابطال الوطن اللي هم ضحوا بنفسهم عشان سينا ترجع لنا. وطبعا احنا الايام دي زي ما انتم عارفين برضو ان احنا برغم اللي حصل في سينا والثورات اللي حصلت عشان نسترد ونرجع الامن والامان، الا ان ما زال في حروب داخليه وخارجيه عشان نفقد الامن والامان، ومن ضمنهم اعداء الوطن خارجيا وداخليا. انتم عارفين يعني ايه داخليا وخارجيا. خارجيا على الحدود بنتحارب، وداخليا من خلال الانترنت والناس اللي هي عايزه تقوم ثوره، والجماعه دولت قاعدين كده مرتاحين وقاعدين في المكيفات ومزاجهم كويس جدا. وبقولها باللغه العربيه الفصحى، انتوا ناس اصلا يعني مش حاسين بحاجه. الناس اللي عايزه تقوم بالثوره دي او عايزين يقوموا بيها، يا ريت تبص لنفسك انت قاعد تحت التكييف دلوقتي وقاعد في بيتك، ولا قاعد في فندق زي واحد كده شغال ايام دي بدا يرجع تاني اللي هو محمد علي. وانا بقول له من هنا انت انسان بجد ارهابي وخسيس وجبان، اللي يحاول يحارب بلده انت كده واحد ما بتحبش بلدك اصلا. انت المفروض ما تبقاش مصري، ودي انا بقولها. الانسان المصري اللي شرب من ميه النيل بيبقى انسان حر، ما يبيعش نفسه. وانا بقول ان احنا مصريين لازم نخاف على بلدنا، مصر هي الامان. بصوا للشعوب التانية زي ما انا قلت قبل كده، الشعوب التانية مش شايفين متدمرة، عايزين تبقوا زي سوريا ولا عايزين تبقوا زي العراق ولا فلسطين؟ احنا يعني احنا في نعمة، عايزين نحمد ربنا عليها ونحافظ عليها. وطبعا الكلام كتير، وان احنا نقول مصر بلد الامن والامان. وطبعا احنا معانا طبعا في بداية الحلقة ضيفة جميلة، مفاجأة الحلقة في الأول، ومعانا مفاجآت كتير في الحلقة بتاعتنا النهاردة. معانا ضيفة شاعرة دمياط، الطفلة الموهوبة ملك معوض، ملكة قلوبنا وسفيرة الطفولة والإبداع في الوطن العربي. أهلا وسهلا بيكي يا ملوكة. أهلا وسهلا بيكي، نورتينا. انت ده نورك حبيبة قلبي. ألف سلام عليكي الأول. الله يسلمك. طبعا أنا زعلت جدا، ملك صديقة وحبيبة عليا، طبعا عرفت ان هي وقعت، والف سلامه وايديها متجبسه، ومع ذلك لبت الدعوه وقلنا لها احنا جايين نحتفل النهارده في بدايه الحلقه بانتصارات اكتوبر. طبعا ما اتاخرتش وقالت انا هاجي وهلبي النداء. نورتينا يا ملوك. انت دمورك حبيبه قلبي والله. طيب تحب النهارده بقى احنا عايزين نشوف ملوكه محضرنا ايه النهارده بمناسبه احتفالات اكتوبر؟ مع قصيده عظم لهم، كلمات الشاعر اللواء محمد هيكل.
إهداء لجيشنا المصري العظيم بمناسبة احتفالات أكتوبر. عظمولهم عظمولهم واضربولهم ميت سلام. أنا عظمتهم واعملولهم جوه حضن الشوق مقام. رشوا على الأرض الموارد وازرعولهم بلد ورد اللي طفوا نار وطننا واللي وفوا بألف وعد. اكتبوهم في قلوبنا اسم اسم وفرد فرد. مصر ما بتنساش ولادها مصر ما بتنساش ولادها إلا حيوا على جهادها. هي ندهت بس ندها رخصت الأرواح أوان. اسأل طوبر عليهم عمر ما نموت هز فيهم. شعر أو رمش في عينيهم مش هيوفيهم كلام. اللي عاشقينك زيادة قالوا مصرك أو شهادة. هو ده المصري يا سادة عزمه بيسير من العروق. لما تبقي في وقت أزمة تجري جواه في البلازمة. لا الحياة يبقى لها لازمة إلا ودماغك بفوق. طياراتهم دباباتهم كانوا أغلى من حياتهم. العدو يسمع سيرتهم والفرار كان كل هم. دول أسود ولا نمور؟ دول حيتان ولا صقور؟ هات ياسين البخور وقول للحساد يسب. العرق والدم واحد والوطن في القلب واحد. لسه فيه يا مصر جاحد عشق جيشنا مهوش في دم. عد عبروا بسلام زرعوا بساتين الكرامة. هدوا قصر غرور مزيف ردوا الروح الابتسام. العيون مش شايفة إلا كل حبة رمل والله. والقلوب حلفة المذلة وقوموا في ثانية القيامة. صاروا على رملك وجال حقي أصغر طفل جال. السيناوي رقص عقاله والصعيد الداد وسام. توس يا بياك توس ذل غاشم واحنا روس. انت تتألف فلوس انت ماسة وجوهرة. صدعونا بالمظاهر في كراج يبقى ظاهر. واللي قال على جيش قاهر احنا مصر القاهرة. درس قاسي كتير وصعب كله أسوى خوف ورعب. احنا شعب جميع جيش احنا جيش وطلعوا شعب. ايوه درس ما يتنسيش للي عاوز يوم يعيش. هتعدينا تاخد جزاتك احنا يا ابني ما بنعديش. الف دعوة وميت تحية للقيادة العسكرية. يسلم العقل اللي دبر خطة ما خرتش مية. خطة تدرس سنين والتاريخ شاهد أمين. ده اللي عمل المخلصين يتحكي للدنيا دي. مصحي وسباعي وإناوي تتفرد ليهم حكاوي. جند واحد كان يساوي من عساكرهم دمية. واللي راحوا يا مصر منهم كان إيمانهم بيك دينهم. ضحكة الجنة عشانهم وهم على سد الكوسان. أنسيت أنسيت فتني في النص الكلام. سر ربك كان معاهم على الدوام. هو يعني رب هيسيب عبد وحده؟ هو قبل الحرب كان ناوي الصيام. عظمولهم وضربولهم ميت سلام. عظمولهم وضربولهم ميت سلام. الله 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 اكبر عليكي ملك انتي خدتي قلبي. والله كلام جميل وكلمات معبره وكلنا بنعبر عنها
وبالمناسبة دي معانا كاتب ومؤلف القصيدة، قصيدة ملك، اللواء محمد هيكل. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء، ألو. ألو، أيوة، السلام عليكم. إزاي حضرتك يا فندم، نورتنا. الله يحفظ حضرتك يا فندم. كل سنة وحضرتك بخير ومصر كلها بخير يا رب. صباح السلام. ملوكة، لسه دلوقتي بنقول القصيدة اللي حضرتك مألفها. تمام، قصيدة عظمة. تمام، انت شرف لينا وشرف لمصر كلها. ولا يا فندم، ربنا يخلي حضرتك يا فندم. ملوكة معاك اهي، سامعاك. الو الو، ازيك يا عم؟ ازيك يا ملوكة، والقاء جميل يا حبيبتي، وربنا يوفقك دايما يا رب. انت قصيدك جميلة، ربنا يخليك يا انا بحب ملوكة. قصايدك. والله الناس كلها يا ملوكة بتحب قصايده وبتحبه هو كشخص وكإنسان، يعني بصراحة احنا عاجزين عن التعبير والله يا سيادة اللواء. حضرتك سابق سابق كده، الجيل ده عايزين نربي فيه حب البلد، ويحصل بينه وبين الجيش والشرطة والقضاء آمين يا رب. كل الأعمدة الرئيسية في البلد يحصل بينهم ارتباط آمين ويحبوا بلدهم، ويطلع جيل عنده حب الوطن، ده أساسي يعني. آمين يا رب. والله متشكرين سيادة اللواء لاتصالك، وطبعا واضح ان الشبكة برضو مش كويسة عند حضرتك، واتشرفنا بوجودك معنا في الحلقة واتصالك، واتشرفنا بملوك حبيبة قلبي، وان شاء الله لنا حلقة مع بعض يا ملك. الوقت ضيق معلش، ومتشكرة قوي اعزائي المشاهدين، وانتظرونا هنكمل الحلقة معاكم ومفاجآت جديدة. وعلى فكرة اللي مش هيتفرج لاخر الحلقة هيندم النهاردة، وانتظرونا بعد الفاصل.